أعزائي التلاميذ، مرحبا. سنبدأ في هذه الحصة درسا جديدا في مادة الرياضيات بعنوان التناسبية 5، سلم التصاميم والخرائط، La proportionnalité, les échelles. نلاحظ في الصورة ماذا؟ نعم، نلاحظ تصميما لمنزل. إذن كما تلاحظون هذا يمثل تصميم لمنزل. نلاحظ شامبر 1، كويزين، صالون مونجي، صالون، انتري، غاراج. إذن هذه مجموعة من الغرف من المنزل. وكذلك نلاحظ مجموعة من الأعداد تمثل أبعاد هذا المنزل أو أبعاد هذا التصميم، وهي أبعاد حقيقية بالسنتيمتر. مثال 520 سنتيمتر، هنا 412 سنتيمتر، 458 سنتيمتر. سنأخذ سبيل المثال هذه الغرفة أو للصالون. إذا نلاحظ أن هناك العرض مثلا 318 سنتيمتر، الطول 430 سنتيمتر، ونلاحظ كذلك 1/50. إذا ماذا يمثل 1/50؟ يمثل السلم ليشيل. إذا الغرفة كما تلاحظون على شكل مستطيل لديه طول وعرض. هنا نفس الشيء. إذا مسألة، أراد أحمد أن يرسم على ورقة تصميما لغرفته المستطيلة الشكل. إذا تلاحظون الغرفة التي يشير لها السهم هي غرفة أحمد. إذا نلاحظ أن لها شكل مستطيل، يعني أن لها طول وعرض. إذا تصميم الغرفة على هذا الشكل. إذا هذا التصميم على الورق لغرفة أحمد كما رأينا قبل قليل. إذا AB يمثل العرض و BC يمثل الطول. إذا نلاحظ بأن AB تساوي 4 متر، إذا عرض الغرفة 4 متر، إذا العرض الحقيقي للغرفة هو 4 متر، والطول الغرفة الحقيقي هو 6 متر. نعم، هنا. إذا السؤال، ما هي المسافة الحقيقية التي يمثلها 1 سنتيمتر؟ لاحظوا جيدا التصميم ونحسب المسافة الحقيقية التي يمثلها 1 سنتيمتر. تصميم الغرفة. نعم، إذا نلاحظ 4 متر، ما هي المسافة الحقيقية؟ إذا عرض الغرفة الحقيقي هو 4 متر، في حين عرض الغرفة CD يساوي 4 سنتيمتر على الورقة. إذا تلاحظ 4 تربيعات، إذا 4 سنتيمترات، كل تربيعة تمثل 1 سنتيمتر، إذا 4 سنتيمتر، ونقول أن كل 1 سنتيمتر على الورقة يمثل 1 متر في الحقيقة. نعم، في الجدول نرى أن المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، ثم المسافة على التصميم بالسنتيمتر. قلنا بأن AB تساوي 4 متر في الحقيقة، إذا المسافة الحقيقية بالسنتيمتر والمسافة على التصميم بالسنتيمتر. إذا المسافة على التصميم قلنا تساوي 4 سنتيمتر، في حين المسافة الحقيقية تساوي 4 متر. لا يمكن أن نكتب 4 متر في الجدول لأن المسافة الحقيقية ليست بالمتر ولكن بالسنتيمتر. يجب دائما أن نكتب المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. سنحول 4 متر إلى سنتيمتر، تصبح 400 سنتيمتر. إذا بالنسبة لطول BC على التصميم هو 6 تربيعات، إذا 6 سنتيمتر. بالنسبة لـ CD نلاحظ كذلك 4 سنتيمتر. بالنسبة لـ DM نلاحظ أن هناك 4 سنتيمتر و 6 مليمتر، إذا 4.6 سنتيمتر. ثم المسافة، نعم، MA تساوي 1 سنتيمتر و 4 مليمتر، يعني 1.4 سنتيمتر. ثم سأكمل الجدول. قبل أن نملأ الجدول ماذا سنلاحظ؟ نلاحظ أن ماذا؟ الجدول يمثل
تجد الأعداد متناسبة، يعني أن أعداد السطر الأول متناسبة مع أعداد السطر الثاني. إذن لكي نملأ الجدول نحسب أولا معامل التناسب. إذن معامل التناسب هو ك يساوي كم؟ يساوي 4 على 400، لأن قلنا معامل التناسب يساوي عدد السطر الثاني على الموافق له من السطر الأول، أو العدد الموافق له من السطر الأول. إذن 4 على 400 يساوي ماذا؟ 1 على 100. إذن سنختزل 4 على 400 يساوي 1 على 100 وسنكتبه في الجدول. إذن للمرور من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في معامل التناسب هو 1 على 100. وإذا أردنا أن نمر من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول سنقسم في نقسم على معامل التناسب، يعني نقسم على 1 على 100 أو نضرب في مقلوب 1 على 100 هو 100. إذن نضرب في 100. لكي نجد بسي ماذا سنفعل؟ سنضرب 6 في 100 تساوي 600 سنتيمتر. نعم، بالنسبة للسي دي سنضرب 4 في 100 تساوي 400. بالنسبة للدي ام سنضرب 4.6 في 100 يعني تساوي 460. ثم ام ا تساوي كم؟ 140 سنتيمتر. استنتاج: المسافة على التصميم بالسنتيمتر متناسبة مع المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. المسافة على التصميم تكون دائما متناسبة مع المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. المسافة الحقيقية التي تمثل 1 سنتيمتر هي 100 سنتيمتر، إذن فقط في هذا المثال. بالنسبة يسمى السلم معامل التناسب الذي يمكن من الانتقال من المسافة الحقيقية إلى المسافة على التصميم. مثال: السلم 1 على 25,000، يعني أن 1 سنتيمتر على التصميم يمثل 25,000 سنتيمتر في الحقيقة، أي 250 متر. وجدول التناسبية يكون دائما كالتالي: دائما في السطر الأول نكتب المسافات على التصميم بالسنتيمتر، وفي السطر الثاني نكتب المسافات الحقيقية بالسنتيمتر. ثم في العمود الأول نضع السلم الذي هو 1 على 25,000، يعني أن 1 يمثل المسافة على التصميم بالسنتيمتر و 25,000 تمثل المسافة الحقيقية، ويكتب على هذا الشكل 1 على 25,000. مثلا 2 سنتيمتر على التصميم تمثل ماذا؟ 50,000. إذن نستعمل الرابع المتناسب لكي نحسب. مثال: 5 سنتيمتر على التصميم تمثل ماذا؟ نضرب في السلم في 1 على 25,000 تساوي 125,000. أولا أحسب سلم التصميم. مثال بسيط: تمثل 3 سنتيمتر على التصميم مسافة حقيقية قدرها 15 متر، أحسب سلم هذا التصميم. إذا المعطيات هي 3 سنتيمتر على التصميم، إذن 3 سنتيمتر هو المسافة أو هي المسافة على التصميم، و 15 متر هي المسافة الحقيقية. وقلنا بأن السلم أو سلم التصميم يساوي المسافة على التصميم بالسنتيمتر مقسومة على المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. إذن ماذا سنفعل؟ E هو السلم، ليشيل مرموز له أحيانا ب E، يساوي ماذا؟ المسافة على التصميم هي 3 سنتيمتر، ثم المسافة الحقيقية هي 15 متر. إذن سنحولها أولا إلى السنتيمتر ثم نكتبها في المقام. 15 متر تساوي 1500 سنتيمتر تساوي 1 على 500. إذن نختزل بالسنتيمتر ثم نختزل بثلاثة لكي تصبح 1 على 500. ونقول دائما السلم يكتب على شكل عدد كسري بسطه 1. ثانيا أحسب المسافة الحقيقية. أحسب المسافة الحقيقية لطريق طوله
على الخريطة ذات سلمين واحد على 300 يبلغ 15 سنتيمتر. إذا قلنا المعطيات هو السلم واحد على 300 و 15 سنتيمتر، ماذا يمثل؟ نعم المسافة على التصميم. إذا نبدأ بجدول التناسبية كما رأينا في المثال السابق، المسافة على التصميم ثم المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. نضع السلم في العمود الأول، إذا واحد في الأعلى ثم 300 في الأسفل، و 15 سنتيمتر هي المسافة على التصميم. ثم نحسب المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، يعني كيف؟ بطريقة حساب الرابع المتناسب هكذا. إذا 15 سنتيمتر في 300 تساوي 4500. إذا الجواب هو 4500 سنتيمتر، يعني أن المسافة الحقيقية هي 45 متر. المسافة الحقيقية تساوي المسافة على التصميم في مقلوب السلم، يعني في 300. ثالثا أحسب المسافة على التصميم. أحسب طول طريق سيار على خريطة ذات سلمين أو ذات السلم واحد على 500,000 إذا علمت أن طوله الحقيقي هو 200 كيلومتر. المعطيات قلنا هي واحد على 500,000 هي السلم، و 200 كيلومتر هي طول الطريق الحقيقي. نعم لدينا المسافة على التصميم بالسنتيمتر والمسافة الحقيقية بالسنتيمتر، يمثل جدول التناسبية. ثم نضع في العمود الأول السلم هكذا، واحد يمثل المسافة على التصميم و 500,000 تمثل المسافة الحقيقية. 200 كيلومتر سنضعها في المسافة الحقيقية، وقبل أن نضعها ماذا؟ سنحولها إلى السنتيمتر. نعم 200 كيلومتر تساوي كم؟ 20 مليون سنتيمتر. إذا حولنا المسافة بالكيلومتر إلى المسافة بالسنتيمتر ثم نحسب الرابع المتناسب، كم يساوي؟ يساوي 20 مليون في 1 على 500,000 تساوي 40 سنتيمتر. إذا المسافة على التصميم تساوي 40 سنتيمتر. القاعدة هي ماذا؟ المسافة على التصميم تساوي المسافة الحقيقية في السلم. كملخص للدرس، أولا كيف نحسب سلم التصميم والخرائط؟ لدينا هنا مثال 3 سنتيمتر 2 سنتيمتر على التصميم. نعم لحساب سلم التصميم أو الخريطة ماذا؟ نقسم المسافة على التصميم أو على الخريطة على المسافة الحقيقية، ونكتب سلم التصميم يساوي المسافة على التصميم بالسنتيمتر مقسومة على المسافة الحقيقية بالسنتيمتر. نأخذ مثال 3 على 300 تساوي 1 على 100، وقلنا سلم التصميم والخرائط يكتب على شكل عدد كسري بسطه 1. حساب المسافة الحقيقية، لحساب المسافة الحقيقية نضرب المسافة على التصميم أو الخريطة في مقام السلم. إذا مثال المسافة الحقيقية تساوي المسافة على التصميم بالسنتيمتر في مقام السلم أو في مقلوب السلم. مثال 3 سنتيمتر هي ماذا؟ المسافة على التصميم بالسنتيمتر في 100. لدينا السلم هو 1 على 100، إذا نضرب المسافة على التصميم في مقلوب السلم اللي هو 100، يعني يساوي 300 سنتيمتر تساوي 3 متر. حساب المسافة على التصميم أو الخريطة، لحساب المسافة على التصميم أو الخريطة نضرب المسافة الحقيقية في السلم. إذن المسافة على التصميم تساوي المسافة الحقيقية بالسنتيمتر في السلم. مثال 300 سنتيمتر وهي المسافة الحقيقية بالسنتيمتر، سنضربها في ماذا؟ في 1 على 100
تساوي 3 سنتيمتر. إذن 300 على 100 تساوي 3 سنتيمتر.